c'est là et là. ساعة يدخل بحرفيا أنا جاي مالي دخل ما أبغى ولا شيء بس نشوف مشتريات المدرسة والجامعة واو دفاتر كيوت صح؟ واو كيوت شوفوا الأقلام حاطين تخفيضات على المحلات الأشياء الكسران شو هذا كيوت حقت اللانش بوكس الناس جايين يقضون الدوامات وانا طالع في الاكواب شوفوا هذه كيوت اللانش بوكس شوفوا تصدقوني ابي كذا للميك اب حقي واشياء هذه اللي جانبيه بس لو في اكبر راح اخذ منه اللي زي كذا لان اشياء بدات تتلخبط هذه الدفاتر شو هذا التوت باك هذه الجنة شوية الأقلام إن شاء الله الأطفال تعجبني أكثر من الأطفال نفسهم مرة حلو اللي يحب يكتب نوت زيي ترى النوت مهم في الدراسة حتى في الجامعة مهما استغنيت بالأيباد إلا أني أحب أني أكتب في دفاتر ترى طبعا أنا اختفت فجأة جت وباخذ مق الجامعة قصدك الموية يعني مرة حلو كيوت شوفوا ألوان الدفاتر هذه حلوة تصلح للجامعة هذه بعد عجبتني ألوانها والله حلو هذا بس عندي زيه فخلاص ما بيقفل لها الأسود حلوة دلوقتي دي حلوة مرة صح؟ لونها حلو أشكالها مو زي في المواقع صدق مرة عادية مرة شوفي هذه الحين الترند ترى حلوة بس مو مريحة في اللبس هذه النوعيات اللي كذا شوف شنط الجامعة هنا عندهم ما أعرف إيش صار أول مرة أدخل المحل ده بس عندهم تخفيضات
تبكي شوية قهوة. هذا كيوت مرة. ترويس سباستيان. خلوني أوريكم إيش شريت. طبعا الأشياء مرة بسيطة وقليلة، فخلوني أوريكم. أول شيء أخذت هذا العطر، طبعا بنات عطور الجسم أو هذه ترى ما تثبت، بس إني أحب إنه يكون معايا زي كذا عطر في الشنطة أو مثلا بعد الشاور، ولا ترى الثبات مو مرة قوي، بس هذا مرة يجنن ريحته نظافة. يعني أخذت كذا ريحته باودر وصندل وأشياء كثير قال عليه بس نسيت. هذا ثاني واحد، طبعا هذا فيه شوية ريحة عطرية، ما عليكم صوتي مزكمة، بس هذا فيه شوية ريحة عطر يعني أكثر من نظافة وباودر وزي كذا. هنا أخذت هذه الصابونة، شفت عليها مرة مدح مرة يعني، فبما إني أنا أستخدم الصوابين يعني كثير وما استفدت منها، قلت يلا بجرب هذه بعد. طبعا أكيد مرت عليكم كثير مدحونها في التيك توك وفي البرامج.